مرتباتنا احنا كنا السنة اللي فاتت فعلا ان احنا كنا عايزين نفتح الحوار. المشكلة ان احنا عندنا دلوقتي هو لعيب موهوب جدا، عندنا الثلاثة الأفارقة وهو الحد الأقصى اتحاد الكورة سامح بيه، عندنا ثلاثة، عندنا مايوكا وستانلي ومعروف يوسف، ما نقدرش نجيب رابع، ده ممنوع يعني. ولو في مفاوضات في المستقبل هتكون من خلال مجلس إدارة نادي الفتح الرباطي، اللي أنا من هنا بوجه له الشكر العميق. امبارح الناس شاكرين، فتحوا لنا الملعب للتمرين الأربعاء والخميس، ودي بادرة جميلة جدا من نادي الفتح، وبتمنى له في المباراة التانية مع بجاية إن شاء الله إن هو يجيب نتيجة إيجابية ويعدي إن شاء الله.